عزيزي الطالب، تهانينا لك ومرحبا بك في رحاب جامعة حاسبة بنبوعلي شلف. أنت الآن حامل لشهادة البكالوريا، وابتداء من 21 جويلية 2022 ستلتحق بأحدى المؤسسات التعليم العالي. ولهذا عليك أولا التسجيل. إليك الخطوات الخمسة الواجب اتباعها للتسجيل الأولي. التوجه إلى إحدى الموقعين www.orientation.az www.mers.az. قم بإدخالك رقم تسجيلك ثم رقمك السري. تصفح ميثاق شهادة البكالوريا ووافق عليها. يمكنك الاطلاع على كشف نقاطك، ويمكنك أيضا طباعته. عزيزي الطالب، توجه الآن إلى التخصصات المتاحة، وذلك بالنقر على ميفيليا أوتوغيزي. تظهر لك قائمة التخصصات المتاحة لك حسب شعبة البكالوريا المتحصل عليه على معدلك. ويجدر التنبيه إلى أنه يمكن تغيير مؤسستك بالتوجيه بالنسبة للشعب المبينة باللون الأحمر، وخصوصا الشعب الطبية حسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة. بعد طباعة قائمة الشعب المتاحة عليك الاختيار من 6 إلى 10 رغبات وترتيبها ترتيبا تنازليا حسب الرغبة. يمكنك الآن المرور إلى المرحلة التالية بملء المعلومات الشخصية. يمكن الآن الانتقال إلى مرحلة إدخال المعلومات الشخصية وبطاقة الرغبات، وذلك بالنقر على ميف أو رغباتي. ابدأ بملء معلوماتك الشخصية باللغة الفرنسية، منها الاسم، اللقب، العنوان. لاحظ أن المعلومات الشخصية باللغة العربية قد تم ملؤها مسبقا. يجب تدوين رقم هاتفك للاتصال بك. بعد انتهائك من المعلومات الشخصية انظر على انجستري والانتقال إلى ملء بطاقة الرغبات. قم بإدخال رغباتك حسب الترتيب التنازلي. يجب عليك إدخال 6 رغبات على الأقل و10 على الأكثر، على أن تكون من بين رغباتك تخصصين منها في التكوين الألمدي ليسونس. يجب عليك عزيزي الطالب ألا تنسى أن تضغط على زر أنجستري ليتم تسجيل بطاقة رغباتك، ثم قم بطباعتها واحتفظ بها إلى المرحلة التالية. شكراً.